ايضا فهد، صبحك الله بالخير. صباحك الله بالخير اخوي محيي، يا حياك الله. كيف حالك؟ صب عليكم بالخير كلكم جميعا، اخوي حياك الله عزيز، يا جماعه. صبحك اخوي بالنور. عبد العزيز، دحاني، الله فوزري. يصبحك بالنور. انا بسالك سؤال بس اخوي، على السؤال لك ابو سعيد. تفضل. الحين البرازيل 6-8-0، انا الدفاع فاشل عندهم. انا بايد محمد كرم بوضوح طبع. شلون؟ شلون؟ يوم انطقوا 7-0 البرازيل من المانيا. من المانيا. معناه منتخب البرازيل فاشل؟ او دفاعهم فاشل؟ عاد مباراة واحدة. هذا امر طبيعي. مانشستر وارسنال 8. اي بس مو معناه الدفاع. مباريات تصير فيها 6، مباريات تصير فيها 6. بس مو كل لعبه 6 و7 يا رجل. اي مو معناها شوف شوف مباريات البرازيل كلها 6 و7. لا 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 ما في 6 و7. معليش معليش معليش. 0-1 على انجلترا. ما في 6 و7. لا لا ما في 6 و7. لا لا ما في 6 و7. امر طبيعي. انت الحين شفت المباراه هذه، برازيل ويونانيا طقوا 7. يعني كل مباريات البرازيل قاعدين يطقون 7. لا مو اقلل، انا قاعد اقول مدافعين قبل لقطات اللي حطيناها لقطات. ها مدافعين ذمتك؟ هذا مدافعين. ايش هم مدافعين؟ اي شنو مغلوب 1-0 2-0؟ انت شفت المدافعين شلون؟ 1-0 2-0. بليه قاعد يرقصهم؟ مو يرقصهم يا ابو علي، مو محمد كرم قاعد يرقصهم. تفضل تفضل. قاعد يرقصهم بليه؟ قاعد يرقصهم محمد كرم ولا عمر سعيد؟ ناس القدم. وثاني شغله، يعني الجيل الذهبي ما في مجال عليه، يعني لا يحط، لو تحط محمد ترى ماشي الحين ترى كبره سنه، لا يدرس ولا يلعب، بس يشرشك والله العظيم كلها تمشي. طبعا مع احترام الجيل الحالي الحين. طيب وبس عندنا نادي الشباب، نادي الشباب اللي هو اخوي ميرزا ميزه، يعني ما شاء الله عليه مبدع فيه ومدح فيه، والنادي هذا يعني نقف عنده لكنه بالمنطقه العاشره بس. طيب. هذا شكرا مرتفع. شكرا لك، شكرا لك الاخوان. نذكروا مباراتين زي النهائي، كم كان؟ كم طقوا ايطاليا؟ 4-1. 4-1. برازيل هذيل ترى شيك، فازوا برازيل، فازوا على انجلترا 3-1. نهائي كاس عالم 4-1. نهائي كاس عالم 4-1. برازيل ب70 عشان تعرف قيمه. قال لك المضاف تو ايطاليا يقول لك، يقول لك اقوى هجوم ضد اقوى دفاع بالعالم. المباراه هذه تكلموا قبل المباراه، اقوى دفاع ينطق 4. اي عشان بليه وياهم والبرازيل. رايك شو يسوي؟ راينا. اي راينا عشان لا رايك انت اللي عندك الجيل هذا. ما يلا اللي معود اقول هاي مشكله كره القدم تلشد في بعض الناس، في بعض الناس والله تلشد. يعني يا نقول بلاي احسن لاعب بالعالم والبرازيل احسن منتخب بالعالم، يا ما نفهم الكره. ما يصير. لا لا من يقول ان بلاي احسن لاعب؟ لا انا اقول يمكن مو صح. قاعد اقول لك لا 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 انا اقول. تدري لو ميسي، ادري انا اقول، تدري لو ميسي الحين موجود ولا كريستيانو مع هالمدفاعات هذه مليون جول. معلومه زين. حلو انت صوت بالبلندور. زين زين شوي انت قلت، يعني الحين ما نقول بلا. طيب اكو واحد يقول مارادونا، ويمكن مارادونا هو صح. انا ما قلت انا صح، انا اقول انا كنت احب، كنت احبه. طيب. انا احب ثلاثه واقول لك منو. ايه. احب ام كلثوم. ايه. وجمال عبد الناصر وبلي. ما في بالسياسه. ما في لا بالسياسه واحد. وبالش اسمه بالفن واحد باللعب واحد. نفس الدكتور عبد الله النفيسي. لا ما ادري عبد الله النفيسي يحب كنا. ما ادري عنه، ما ادري والله ما سمعته. لا الدكتور عبد الله عكسك، يكره ام كلثوم ويكره جمال عبد الناصر ويكره بيلي. لا يكره بيلي بعد.